العباد، لأن الأبي هو الذي لا يقبل الإهانة ولا يقبل إلا أن يعيش كريما عزيزا. تحية رضوانية، تحية أيضا، تحية لعمال ضحوا في الصفوف الأمامية ملي كانوا سادين يسدين على راسنا عراديا أو ملي كنا في الحجر الصحي. إلى الآن عمال النظر، هؤلاء العمال الذين رفعوا لهم التحية. تحية أيضا لنساء ورجال التعليم الذين فقدنا عشرات في مدينة القنيطرة بسبب المرض، ولا زلنا ولا زالوا في الصفوف الأمامية. تحية لنساء ورجال التعليم في كل مواقعهم. تحية أيضا لكل العاملات والعمال في المعامل التي أغلبها لم تحترم شروط الصحة والسلامة والتباعد، بل تم الضغط عليهم للحضور العمل بدون شروط، وفقدنا عدد منهم في عملهم. تحية لهم في مواقف معاملهم وفي بيعاتهم الفلاحية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.